يعني كل وسائل الإعلام العالمية بتتحدث عن هذا الخبر. فبعد زلات اللسان ومحاولة اغتيال ترامب واللي جاءت بعد مناظرة حاسمة بين بايدن وترامب، جعلت بايدن السياسي المخضرم النائب السابق للرئيس الأمريكي أوباما والرئيس 46 لأمريكا يخضع للضغوط ويعلن انسحابه بالأمس من السباق الرئاسي. ربما هي المرة الأولى منذ عام 1968 عندما أعلن جونسون أنه لن يخوض الانتخابات الأمريكية. بايدن أعلن دعمه لكاميلا هاريس كممثلة للحزب الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية الأمريكية، وكمان طلب من أنصاره تحويل جميع التبرعات لصالح كاميلا هاريس اللي أعلنت أنها ستبذل قصارى جهدها لهزيمة ترامب. الحقيقة أن الخبر بيثير تساؤلات كثيرة حول سبب خروج بايدن من السباق الرئاسي، من خليفته في الانتخابات، خاصة أنه لم يتم ترشيح الحزب الديمقراطي حتى اللحظة اللي احنا بنتكلم مع حضراتكم فيها. لم يعلن الحزب الديمقراطي من هو المرشح الذي سيخوض الانتخابات الرئاسية. كمان ربما لم يعلن دعمه لكاميلا هاريس على يعني الدخول لسباق الانتخابات او تمثيله او في هذه الانتخابات، ولم يعلن ايضا من هو النائب، وبالتالي فده بيفتح باب تساؤلات كتير. هل هتستطيع هاريس في الساعات القليله جدا انها تحصل على تأييد الحزب الديمقراطي وترشحها لخوض الانتخابات الرئاسيه الامريكيه؟ كمان خلينا نقول لحضراتكم من التساؤلات المهمه واللي بنتكلم عنها الخبر كمان التساؤل الخاص بهل ترشح كاميلا هاريس هيؤدي لان تقليل فرص فوز ترامب، ام انه سيحفز زي ما بقول لحضراتكم ان احنا يبقى فيه ربما فرصه تكون اكثر بترشيح كاميلا هاريس. خلينا اقول لحضراتكم كواليس الساعات الاخيره قبل اعلان بايدن الانسحاب. الصحف العالمية قالت ان موظفي البيت الابيض لم يعلموا بانسحاب بايدن، وقالت كمان وفي بعض التصريحات انه اجرى اتصالات بمستشاريه وتحدث مع عائلته فقط وبعدها خرج واعلن قرار انسحابه. اوباما الرئيس الامريكي الاسبق والمسيطر على حزب الديمقراطيين انجاز التعبير اشاد بانسحاب بايدن من السباق الرئاسي، لكنه لم يعلن دعمه حتى الان لكاميلا هاريس. خلينا اقول لحضراتكم ان ترامب وفريقه بيعتقدوا ان هزيمة هاريس هي اسهل بكتير من هزيمة بايدن. فريق ترامب اعلن في تصريحات كثيرة ان هاريس ستكون اسوأ من بايدن بالنسبة للشعب الامريكي، ربما لانها كانت عامل تمكين لبايدن الفاسد على حسب وصفهم. خلينا نشوف الصحف العالمية تناولت الخبر وحللته ازاي بعد اعلان بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي. موقع فرانس 24 كتب عنوان: بعد انسحاب بايدن من الانتخابات، كاميلا هاريس امام فرصة جديدة لصناعة التاريخ. موقع الشرق الاوسط حللت أسباب انسحاب بايدن وكتبت: شعر بالعزلة والإحباط والغضب. كواليس قرار بايدن الانسحاب من سباق الرئاسة، الأداء الكارثي أمام ترامب، استطلاعات الرأي وفرار المانحين عجلت بقراره. التلغراف وصفت قرار بايدن بأنه متأخر، وكتبت: قرار بايدن جاء متأخر للغاية. منذ اعلان بايدن الانسحاب من السباق الرئاسي انهالت ردود الفعل الدوليه، يعني مثلا موقع سي ان ان كتب: انسحاب بايدن اوباما يصفه بالوطني ويهاجم ترامب ويؤكد سنبحر بمياه مجهوله، زعماء يعلقون على قرار انسحاب بايدن. خليني اقول لحضراتكم كيف استقبل العالم او زعماء العالم خبر تنحي بايدن عن خوض الانتخابات الرئاسية الأمريكية. رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر أكد أنه يحترم قرار الرئيس ويتطلع إلى العمل معا في الفترة المتبقية من ولايته. رئيس الوزراء الكندي شكر بايدن ووصفه بأنه رجل عظيم. الرئيس الأوكراني أيضا شكر بايدن على دعمه الثابت في حرب بلاده ضد روسيا. رئيس الوزراء البولندي شكر بايدن وقال أنه اتخذ قرارات صعبة وبفضلها أصبحت بولندا وأمريكا والعالم أكثر أمانا، وقال كمان أن الديمقراطية أصبحت أقوى. وزير دفاع إسرائيل أشاد بدعم بايدن لحرب
غزة. الحقيقة دي كلها بعض المواقف، يمكن يعني الرئيس المستشار الألماني كمان أشاد بموقف بايدن الداعم لحزب الناتو، وقال إن كان وجوده هو أكبر نجاح في أو الفترة دي كانت من أكبر النجاحات اللي حققتها العلاقات الأمريكية مع الدول الأوروبية. الحقيقة كلها مواقف داعمة لجو بايدن الرئيس الأمريكي الحالي، لكنها مش هتبقى مؤثرة في قراره اللي اتخذه. خلونا بقى أفكر حضراتكم كده بغلاف جريدة التايم. تايم نشرت صورة على غلافها في العدد السابق، وهو يعني خارج، وصورت كده جو بايدن وهو كأنه خارج من المشهد، وكأنها كانت بتتنبأ بخروجه من مشهد الانتخابات الرئاسية الأمريكية. الغلاف امبارح ظهر، او العدد الجديد ظهر للمجلة، وظهرت فيه كاميلا هاريس وهي بتدخل للمشهد ويخرج شخص منه، وهو استكمالا للغلاف اللي احنا شايفينه مع حضراتكم. هو مجرد تنبؤ لهذه المجلة، ربما كان لديها من المعلومات او من المؤشرات ما يكفي انها تنشر صورة خروج بايدن من المشهد وبعدها دخول كاميلا هاريس مكانه كمرشح للحزب الديمقراطي بدلا منه. خلونا بقى نشوف مشهد الانتخابات الامريكية المقررة في نوفمبر. احنا بنتكلم في 3 شهور هتوصل لفين. خلونا